بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة سنة أولى ثانوي جذع مشترك علوم تجريبية. مرحبا بكم إلى قناتكم. يوم جبت لكم حل تمرين رقم 51 صفحة 276 على استقامية النقط. إذا يقول التمرين: من أي أجل أي قيمة للعدد س أو للعدد X تكون A B C في استقامية، وذلك في الحالتين التاليتين: الحالة الأولى ألف والحالة ب. إذا انتبهوا معي. أولا وقبل كل شيء لازم تعرفوا حاجة على استقامية النقط. إذا كتبت الحل: إيجاد قيم X بحيث تكون A B C في استقامية. الحالة الأولى هي A إحداث الإحداثية X 3 و B هي 4 5 و C هي 7 6. إذا انتبهوا معايا، إذا رسمت لكم مستقيم فيه النقاط A B C، إذا كي يكون عندكم ثلاث نقاط في استقامية، إذا عندكم ثلاث حالات، وهي ممكن تدي شعاعين، يعني تثبتوا نقطة وديروا بنقطتين مختلفتين. ما معنى ذلك؟ معناتها ممكن نقول أن A C الشعاع A C والشعاع A B متوازيين، أو ندي نثبت الآن ب نقول ب س و ب أ متوازيين، أو الحالة الثالثة الآن ندي س هي المشتركة، إذا س ب و س أ. إذا هذه هي الحالات الممكن أن تأخذوها. إذا نكتبها لكم، يعني ذلك أن تابعوا معايا، نكتب لكم جميع الحالات نتابع. إذا قلت هناك ثلاث حالات، من بين هذه الحالات الثلاثة راح ندي الحالة الثانية. لماذا في نظركم راح ندي؟ راح نستعمل هذه الخاصية الثانية هذه لتقول أن بي سي يوازي بي أ. لماذا؟ لأن إحنا عندي أ بدلالة إكس، ولكن بي سي شعاع بي أ راح يكون بدلالة إكس، ولكن بي سي راح ما يكونش هناك إكس. كي نحسب الإحداثية شعاع بي سي ما نلقاوش فيه إكس، وراح ندير شرط الارتباط الخطي. أما إذا خذينا مثلا أسي أو أبي، هنا في شعاع أسي يخرجنا بدلالة إكس، وأبي أيضا يخرجنا بدلالة إكس. هي صحيحة، لو تاخذوا هذه صحيحة وهذه صحيحة، ولكن الأبسط في الحالات الثلاثة ندي شعاعين بي سي وبي أ. إذا نقول أن A B C في استقامية، يعني أن B C يوازي B A. ما معنى B C يوازي B A؟ معناتها أن B C و B A مرتبطان خطيا. نتابع. إذا قلت ندي شعاع B C و B A، إذا A B C في استقامية يعني أن B C يوازي B A. ما معنى B C يوازي B A؟ معناتها أن شعاعين B C و B A مرتبطين خطيا. ما معنى أنهما مرتبطين خطيا؟ يعني أن يحقق شرط الارتباط الخطي. إذا قبل ما نديروا شرط الارتباط الخطي باش نلقاو قيم X، راح نحسبوا إحداثية BA و BC. إذا نبدأ على بركة الله. إذا قلت BC، دائما نذكركم بالقوانين. إذا لحساب إحداثية BC هي إحداثية النهاية اللي هي C ناقص فاصلة النهاية ناقص فاصلة البداية. أما بالنسبة للترتيبة نفس الشيء، ترتيبة النهاية اللي هي C ناقص ترتيبة البداية اللي هي B. إذا نعوض بالإحداثيات، وش عندي؟ عندي ما هي إحداثيات C؟ هي 7 6. إذا C راح تساوي لي 7 ناقص ما هي فاصلة B؟ هي 4. ثم ما هي ترتيبة C؟ قلنا أنها 6 ناقص ترتيبة B هي 5، وبالتالي إحداثية هذا الشعاع أو مركبتي الشعاع هذا 7 ناقص 7 ناقص 4 3 و 6 ناقص 5 1. هذا بالنسبة لشعاع بي سي. نفس الشيء لبي أ، هي إكس أ ناقص إكس بي و إيكغريك أ ناقص إيكغريك بي. إكس أ ماذا يساوي؟ قلنا أن الفاصلة هي إكس ناقص ما هي فاصلة بي؟ هي 4. ثم ترتيبة أ هي 3 ناقص ما هي ترتيبة بي؟ هي 5. هذه تخرج تساوي، إذا إكس أ إكس ناقص 4 بالنسبة للفاصلة، 3 ناقص 5 ناقص 2. الآن راح ندير
شرط الارتباط الخطي. لاحظوا معايا، اذا ما هو شرط الارتباط الخطي؟ اذا الشعاعين اولا بي ا هوليك، الشعاع بي سي هوليك. اذا نضرب الفاصله تاع الشعاع بي ا في ترتيبه الشعاع بي سي. اذا اكس ناقص 4، اكس ناقص 4 في 1 في 1 ناقص الان ترتيبه بي ا في فاصله بي سي. اذا واش تولي لي؟ ناقص ناقص 2 في 3 تساوي الصفر. هذا هو شرط الارتباط الخطي. اذا نحل المعادله من الدرجه الاولى، اذا تصبح لي اكس ناقص 4 في 1 تولي لي اكس ناقص 4 ناقص في الناقص زائد 2 في 3 6 وتساوي الصفر. ومنه ناقص 4 زائد 6، اذا اكس زائد 2 تساوي صفر. اذا ماذا تساوي اكس؟ اكس تساوي ناقص 2. اذا من اجل اكس يساوي ناقص 2 فان ا بي سي مرتبطين خطيا، وبالتالي تصبح احداثيه ا هي ناقص 2 3. اذا هذا هو الحل للسؤال الاول، الحاله الاولى. الحاله ب، اذا ا هي اكس 5 وب هي اكس زائد 4 و3، اما سي هي 7 1. اذا نقول ان ا بي سي في استقاميه فان ا بي يوازي ا سي. اذا نحسب نفس الشيء نفس المنهج. اذا ما هي احداثيه ا بي؟ اذا فاصله النهايه اللي هي بي اللي هي اكس زائد 5 ناقص فاصله ا اللي هي اكس، ثم الترتيبه 3 ناقص 5 وتساوي اكس ناقص اكس يروح، يبقى لي 4 وناقص 2. هذا بالنسبه للشعاع ا بي. الان راح نحسبوا الشعاع ا سي بنفس الطريقه. ا سي نطبق القانون، فاصله سي ما هي فاصله سي؟ 7 7 ناقص فاصله ا اللي هي اكس، ترتيبه سي هي 1 ناقص 5. ماذا تساوي؟ تساوي 7 ناقص اكس، 1 ناقص 5 ناقص 4. نطبق شرط الارتباط الخطي، اذا نتحصل على التالي. اذا شرط الارتباط الخطي اننا نضرب 4 في 4 في ناقص 4 ناقص 16 ناقص ناقص 2 في 7 في ناقص اكس. اذا ناقص في ناقص اي 2 في 7 ناقص اكس ماذا يساوي؟ يساوي الصفر. نحل المعادله من الدرجه الاولى، اذا تولي لي ناقص 16 ناقص في الناقص زائد 2 في 7 14. نتابع. اذا قلت هنا ناقص في ناقص زائد 2 في اكس ناقص اكس ناقص 2 اكس وتساوي الصفر. زائد ناقص 16 زائد 14 ناقص 2 ناقص 2 اكس تساوي الصفر. منه اذا 2 اكس ماذا يساوي؟ كي نرد ناقص 2 اكس للطرف الايمن يولي لي ناقص 2. نقسم على ناقص 2 او على 2 يخرج لي 2، نقسم على 2 نقسم على 2 ناقص 2 على 2 ويساوي ناقص 1. اذا ما هي قيمه اكس من اجل ان يكون النقاط على استقامية؟ هي ناقص 1. وبالتالي تصبح لي ا تولي لي ناقص 1 2، و ب كم تساوي؟ نعوض بناقص 1 هنايا، ناقص 1 زائد 4 زائد 3 و 3. أتمنى فقط أن يكون مفهوم للجميع. إذا في الأخير ما علي إلا أن أقول لكم بالتوفيق للجميع، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى تمرينات أخرى إن شاء الله، في أمان الله.